يا سلام، اوكي انت طالع يا هاني. وراها كده وتقول لها كلمتين كويسين، هي هتبقى كويسه والله وهتتفهم انك كنت عصبي. سمر، انا اسف ان ده حصل في وجودك. انا اللي اسفه والله. تقولي حاجه؟ لا ولا حاجه، اصلا المدام كلمتني وطلبت مني ان اجي اتكلم على مش موضوع. انا متضايق وعايز اخرج شويه، ممكن تبقي معايا؟ عم جمال كمال زيك. انا على فكره كانش في داعي انك تقولي لاحمد اللي انت قلته، كان كفايه انك تقولي لا وخلاص. كانش في داعي انك تقللي من قيمتي للدرجه دي. انا معرفش انت بتقصد ايه، لكن انت عايزه تحفري لي قبر جنب ابوك يا كمال؟ ده عشان انا حسيت في لحظة اني قريب منك وعايز امنعك. انا ما حصلش اني قلت الكلام الفاضي ده، ما حصلش. الحمد لله، الحمد لله ان انت ما فتيش. بس على فكرة بقى اللي كان جوالي كويس انك جيتي. انا لو كنت قعدت مع سيده ساعه تانية كنت قتلتها. كاميليا، انا عايزاكي في موضوع مهم قوي. انا عايزاكي تاخدي الفلوس اللي اهل جوزك قالوا لك عليها، عشان انا محتاجه فلوس ضروري جدا والله هسددهم لك. وكمان عايزاكي تشوفي حل في موضوع الشقه، مش معقول هنفضل قاعدين في وش ام 44 دي. جمال مات. جمال مين؟ وهبقى انا السبب. هو في ايه؟ حصل ايه؟ هيبقى اي حد بيقرب لي لازم يموت. انت بتقولي ايه؟ ويبقى كلام الناس كله صح. ده ايه الجنان ده؟ قولي، هو انت حاسس انك جديد دلوقتي؟ اهدى ازاي بس؟ كل حاجه عندها خناق، كل حاجه لازم تبقى زي ما هي عايزه، يا اما ما ينفعش. دي حتى ما بتغلط وتبقى عارفه انها غلطت ما بتحاولش تعتذر. في حاجات يا سمر الواحد لازم ياخد باله منها مع الانسان اللي عايش معاه. انا طبيعتي هادي، بحب المزيكا، بحب الكتابه، بحب كتير قوي اقعد مع نفسي لوحدي. بس ده مش معناه اني بكرهها، مش معناه اني مش مهتم بيها او حتى بعرف حد عليها. طب ممكن تتصل بيها؟ بعد سنين دي كلها وبعد العشرة اللي بينا مش قادرة تفهمني ولا تعرف أنا عايز إيه ومحتاج إيه. حضرتك لو أنت اتصلت بيها ممكن تشوفها فين يكون أحسن. دي حتى عمرها ما قالت لي مالك، إزايك، أخبارك إيه، عامل إيه. بصراحة بقى أنا مش قادر أستحمل اللي أنا فيه ده. بص حضرتك، أنا شايفة لو أنت اتصلت بيها ممكن مواضيع كتير قوي تتحل. ولا هي ما تكلمنيش؟ ليه ما تكلمنيش وتعتذر عن اللي عملته؟ أنا خلاص، أنا قررت يا سمر إني مش هرجع لها تاني. أنت رأيك إيه؟ بص، هو أنا ورايا حاجات كتير لازم أعملها، ممكن أستأذن؟ سمر، لو سمحتي بعد إذنك. أنا آسف طبعا على الإزعاج ده، بس مش عايز أقعد لوحدي لو سمحتي.
خليكي معايا نص ساعة بس لو سمحتي. متشكر، اتفضلي. تشربي ايه؟ قهوة مظبوطة. اتنين قهوة مظبوطة. حاضر. سمر، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي لحياتك. أوعي تتجوزي إذا كنتي بتحبي، ولازم تكوني بتحبي أوي كمان، ولازم تتأكدي من الحب ده. انتي هتعيشي قد ايه عشان ترتبطي بانسان كل همه هو نفسه بس؟ اكبر غلطه في الدنيا انك تربطي حياتك بانسان على امل انه يتغير. مفيش حد بيتغير يا سمر، هتعيشي في وهم كبير، تقولي بكره يفهم، بكره يتغير، بكره الحياه هتفهمه تعلمه، وفي النهايه هتكتشفي ان اللي في دماغه هو اللي في دماغه. اصعب حاجه في الدنيا يا سمر انك تعيشي على امل وانت عارفه انه مستحيل يتحقق. عندك حق في كل كلمه قلتها الصراحه. اللحظه اللي انا فيها دي بتستدعي الانسان اللي جوايا، بمعنى ان الاحساس رجع لي يا سمر، رجع لي بعد ما بعدت عنها. تصدقيني؟ أكيد. بصراحة كنت بحبها قوي. أصلا ما أعرفش أي حاجة في حياتي غيرها يعني. لما كنت في الثانوية العامة كان كل اللي أعرفه عن الستات أمي، ربنا يخليها لي. أبويا الله يرحمه بقى كان نفسه أذاكر كويس قوي وأبقى دكتور شاطر. لما دخلت الجامعة بقى هي يعني هي اللي اتكلمت معايا يعني واعترفت لي بحبها. لا ما يغركيش، انا جامد برضه يعني. لما اتجوزنا بقى كانت الحياه حلوه قوي، وخصوصا لما جه سيف. امال ايه اللي حصل؟ المرض هو اللي حصل. المرض بيخليكي تكتشفي مين بيحبك بجد ومين بيكرهك، أو خلينا نقول مش بيكرهك، خلينا نقول مين بيستهلك. أنا مريت بنفس الحاجة الصراحة، بس الحمد لله إن أنا كنت على البر لسه. احمد ربنا. أصعب حاجة في الدنيا لما تمر بتجربة جواز فاشلة، وخصوصا لما يبقى في أولاد.